السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. دستور 2005 هوية الأغلبية الإسلامية وضمانة لكامل الحقوق الدينية. مع اشتداد أزمة انحسار التدفق من الجوار، تلوث المياه، ضريبة الجفاف. حياكم الله. بعد أن جثم حزب البعث بسلطته الاستبدادية على رقاب الناس وبقى العراق بلا دستور لثلاثة عقود من الزمن، وكانت الأحكام تصدر وفقا للأهواء، جاء دستور 2005 مرسيا معادلة جديدة مغايرة للسابقة، واللي كانت بكل العناوين جائرة، فقد مثلت بلسما شافيا لجراح تلك الحقبة المريرة، وأرست دعائم العدالة واحترام التعددية وتثبيت حقوق الإنسان اللي تكفل حرية الأديان، وجعل الإسلام مصدر الإلهام الأساس، وهذا ما بدا واضحا على أرض الواقع من خلال مساحة الحرية في ممارسة الشعائر الدينية اللي يتمتع بها الشعب العراقي قياسا بمدة حكم المباد، أو حتى في الفضاءات الإقليمية اللي ما زالت تضيق الخناق على حرية الاعتقاد. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، في على امتداد مسار نهري دجلة والفرات داخل دول المنبع وطيلة مروره بالمدن العراقية، يواجه النهرين الخالدين ارتفاع مؤشر التلوث، أزمة الجفاف، مخلفات الأنشطة الصناعية والطبية يدفع ضريبتها المواطن، وفي البصرة يدفع الثمن مضاعف، أوبئة ونفوق أسماك وارتدادات على التربة، وعلى ما يبدو أن القرارات لغاية الآن غير قادرة لإنقاذ مجرى الأنهر من التلوث وتكتفي بتقدير خطورة الموقف. ملفي حصادنا لهذه الليلة راح نناقشهم تباعا مع ضيوفنا الكرام، فتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين الدكتور عامر حسن فياض عميد كلية الآمال الجامعة ضيفا كريما في الأستوديو، أهلا بك دكتور. وكذلك أرحب بالدكتور وائل البياتي أستاذ القانون الدستوري في الجامعة المستنصرية، حياك الله دكتور ضيفا كريما في الأستوديو. دكتور عامر، أبدأ مع حضرتك. ما بعد التحول الديمقراطي وأسقاط نظام الطاغية صدام، كانت المدة في تلك الفترة عصيبة جدا، الملفات متداخلة، ظهرت وكلفت لجنة كتابة الدستور برئيسها وأعضائها. كيف استطاعت هذه اللجنة أن تقاتل وتثبت نقاط مركزية وأولاها بأن الإسلام هو دين الدولة الرسمي وهو المصدر الرئيسي للتشريع؟ شكرا للأيام ولك والضيف الكريم والمشاهد العزيز. مقدما، موضوعة الدستور ووضع الدستور هو الخطوة الأساسية الأولى لبناء الدولة. 2003 كان هناك حاجة لإعادة بناء الدولة وفق فلسفة ووفق نهج يختلف تماما عن النهج الذي كان متبعا في التجربة السياسية السابقة ل 2003. بالتأكيد هذا الدستور بوصفه عقدا اجتماعيا جديدا، لو تفحصناه جيدا لاعتبرناه حتى هذه اللحظة بأنه هو أفضل الوثائق الدستورية في المنطقة على الأقل، وربما ما بعد جدران هذه المنطقة.
يعني ما بعد في الإطار الإقليمي. الباب الخاص بموضوع تساؤلك هو باب مهم اللي هو باب الحريات، وعلى رأس هذه الحريات هي الحرية التي تقوم على أساس مبدأ احترام التنوع واحترام التعددية، بما في ذلك التعددية الدينية. بالتأكيد العراق كمجتمع متنوع دينيا وقوميا وسياسيا أيضا، الأغلبية لا بد وأن تدرك، سواء كانت أغلبية دينية فلا بد وأن تدرك بأن قوتها واستمرار وجودها كأغلبية يعتمد بالدرجة الأساس على تقويتها للأقليات الدينية الأخرى، فتعتمد مبدأ التنوع والتعددية. وإذا كانت الأغلبية قومية فقوتها لكي تستمر لا بد وأن تقوم على أساس رعايتها للأقليات القومية، وإذا كانت الأغلبية مذهبية فقوتها أيضا تعتمد على الأقليات المذهبية الموجودة. وهذا هو الحال إذا أريد للعراق أن يعتمد دستوره، عليه أن يتمسك بنهج وفلسفة هذا الدستور اللي تقوم على أساس احترام التعددية والقبول في موضوعة التنوع، سواء كان تنوعا دينيا أو قوميا أو اجتماعيا أو سياسيا. فعلى هذا الأساس وجود الدستور العراقي على الرغم من كونه، يعني لو نريد نقارنه بالدساتير الأخرى، هو يتمتع بشكل من أشكال الديمومة، باعتبار أن كل الدساتير السابقة تقريبا كانت دساتير مؤقتة وكانت تحت تصرف نزوات ورغبات القابض على السلطة، في حين أن الدستور بإعلانه وبصياغته وبتشكيله تم وفق استفتاء ووفق مقبولية هذا الاستفتاء شعبية. على هذا الأساس لا بد وأن يكون موضع احترام حتى من قبل واضعيه. طيب الاستفتاء جرى بال 2005 اذا اسمح لي قاطعك دكتور عامر، وجدت ترحب بحضرتك دكتور وائل البياتي، لكن عام 2006 دخل الدستور حيز التنفيذ، ومن ابرز سماته بانه ثبت هويه الدوله بانها اسلاميه، لكن كيف استطاع ان يحقق التوازن بين هذه الهويه وحقوق باقي المكونات اذا ما استشهدنا بان لا اعتراض سجل من هذه المكونات حول غبن ما تسبب به هذا الدستور؟ في البدء أحييك وحي مشاهدي القناة الكرام والضيف الكريم. حياك. ما لا شك به أن أي نص دستوري عندما يتم صياغته يعتمد على تقنيتين أساسية، الأولى ما يتعلق بالجانب الهندسة أو هندسة سير النظام السياسي، وهذه تتعلق بالنصوص الواردة بممارسة السلطة، وهي نصوص ميكانيكية تكاد تكون مكررة في أغلب دساتير العالم إن لم تكن كلها. على سبيل المثال مبدأ الفصل بين السلطات، لا نجد دستور من دساتير العالم، حتى الدكتاتورية منها لا ينص على هذا المبدأ أو هذه المادة. في الجانب الآخر أو الجانب الأساسي وهو ما يتعلق بالعقد الاجتماعي أو الثقل الاجتماعي للنص الدستوري، وهو دائما ما يبنى على أساس أين تتوافر المركزية أو أين يتوافر البعد الاجتماعي أو الأغلبية الاجتماعية داخل الدستور. لذلك نجد أن غالبية الدساتير سواء في الدول العربية أو في الدول الإسلامية دائما ما تنزع إلى مسألة النص على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية مصدر أو المصدر الأساسي للتشريع حسب مختلف التسميات فيما بين هذه الدساتير. واقعا أن دستور جمهورية العراق لم يشهد عن هذه القاعدة. في عام 2005 ركز على ما يتعلق بجزئيتين، الجزئية الأولى الإشارة إلى الثقل الاجتماعي الأكبر داخل المجتمع، وهو ما يتعلق بأن غالبية السكان
هذا البلد يؤمنون أو يعتنقون الديانة الإسلامية، وبالتالي أشار إلى هوية الدولة الإسلامية، وكذلك باعتبار الشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع. في جانب آخر، لم يغفل الدستور مسألة أهمية الحفاظ على ما يتعلق بوجود الأقليات داخل هذا الدستور، باعتبار أن المجتمع العراقي يصنف بأنه من المجتمعات المنقسمة أو شديدة الانقسام اجتماعيا، وبالتالي أكد على ما يتعلق بالحفاظ على الحقوق والحريات، كما بين ضيفك الكريم في مسألة باب الحقوق والحريات باعتباره أهم أبواب الواردة في الدستور، والتي أكدت على حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية ما دامت ممارسة ضمن نطاق وحدود القانون. بالتالي نجد أن هناك نوع من أنواع التوليفة التي وجدت في الدستور، حاولت أن توجد نوع من أنواع التوازن بين الثقل المركزي للأغلبية الاجتماعية والتي تدين بالدين الإسلامي والهوية الإسلامية لأغلبية سكان هذا البلد، وأيضا الحفاظ على التنوع الشديد الموجود في العراق والذي قد يكون نادر الوجود في دول الأخرى. هناك أهمية شديدة فيما تتعلق بمسألة استثمار هذا التنوع، خصوصا وأن مسألة طرح اقتصاد التنوع، مسألة استثمار التنوع، هذا قد تعود أو ترجع على العراق بمنافع شديدة في الجانب السياسي وفي الجانب الاقتصادي وفي الجانب الدولي أيضا. وبالتالي استثمار هذا التنوع في مختلف الميادين أعتقد أنه سيحقق للعراق منفعة كبيرة، على العكس مما قد يتصور بأنه نوع من أنواع المثالب على اعتبار أن الدولة العراقية هي دولة منقسمة اجتماعيا. لا، ممكن استثمار هذا التنوع بشكل كبير من خلال مجموعة من القوانين التي يمكن استخلاصها من نصوص الدستور، بحيث تحقق لي استثمارا لهذا التنوع على المدى المتوسط والمدى البعيد. طيب دكتور عامر، يعني وسط هذه المتغيرات اليوم ما يشهده العراق من حرية في ممارسة الشعائر والمعتقدات، صحيح الموضوع بأنه الكم اللطم وأن الحكم وغيرها من هذه العبارات، لكن هل كان دستور 2005 حجر الأساس لهذه الضمانات وكفالة الحريات؟ نتحدث عن فترات عصيبة كانت مرت بالعراق وواجهت هذه الشعائر الدينية، وليس لطائفة واحدة بل لطوائف متعددة. يعني مثل ما تفضل حتى الضيف الدكتور وائل، كعقد اجتماعي جديد المطلوب لي يعني كمستلزم سياسي لبناء أو إعادة بناء دولة، عندما نتحدث بالدستور بوصفه الخطوة والمستلزم الأول في عملية إعادة بناء الدولة، نتحدث عن مبادئ. هذه المبادئ تتمثل أولا بمبدأ التمثيل، بمعنى أن الدساتير السابقة لم تكن تركز على هذا المبدأ، على اعتبار يترجم ويجسد بضرورة أن تكون المؤسسات الوظيفية للسلطة، واللي هي معروفة بالمؤسسات الثلاثة، هذه المؤسسات لابد وأن تكون قائمة على مبدأ التمثيل، يعني على مبدأ الانتخابات. فلدينا سلطة تشريعية منتخبة وليست قائمة على أساس نزوة أو أمر أو رغبة فرد قابض على السلطة، ولدينا سلطة تنفيذية متمثلة بحكومة وبرئاسة جمهورية هي منتخبة أيضا، ولدينا سلطة قضائية، هذه السلطة القضائية قامت لا على أساس التعيين العشوائي وإنما قامت على أساس دستوري. المبدأ الثاني هو مبدأ الإقرار بالتعددية. هذا الدستور ثبت أن العراق يعيش حالة التنوع، ولا بد من الانتقال بهذا التنوع من تنوع غير منسجم، تنوع متناحر، إلى تنوع منسجم. وأشدد على كلمة تنوع، الدستور لا يجعل من الأغلبية هي الحاوية
لكي تندمج فيها الأقليات، وإنما الدستور أكد على حقوق كل نوع من التنوعات سواء كانت السياسية أو الدينية أو الاجتماعية في أن تكون لديها حصة في المشاركة في السلطة. أيضا المبدأ الثالث هو مبدأ مثل ما سماه الدكتور وائل مبدأ الفصل ما بين السلطات، ويقصد به الفصل لأن السلطة واحدة ولكن وظائفها متعددة، فلا يجوز على طريقة نظام ما قبل 2003 أن تكون السلطة التشريعية والتنفيذية وكذلك القضائية بيد فرد، لابد وأن سيصبح دكتاتورا، يصبح مستبدا، يصبح متنمرا. المبدأ الرابع هو مسألة إقرار حقوق الإنسان، والمبدأ الخامس والمهم أن السلطة من غير الممكن أن يتم تعاقبها أو تداولها إلا بطريق سلمي وليس بطريق عنيف. فالتداول السلمي للسلطة كمبدأ، استقلالية القضاء كمبدأ، احترام حقوق الإنسان كمبدأ، الإقرار بالتعددية كمبدأ، الإقرار بمبدأ التمثيل كمبدأ. هذه المبادئ كلها يعني تشير إلى علامات جديدة وعلامات فارقة تختلف عن الدساتير السابقة. ولكن السؤال اللي ينطرح، هل إن وجود هذا الدستور هو بلا ثغرات؟ هل إن هذا الدستور يحتاج إلى تعديلات؟ المشاكل الأساسية اللي تواجه كل دستور وليس الدستور العراقي، المشكلة الأولى تتمثل في طريقة أن هناك انقسامية عند البعض، وهي التجربة العراقية واضح بها ويساعدني يمكن دكتور وائل، أن هناك أطراف تتطير من التعديلات وهناك أطراف أخرى تتطير من اللا تعديلات، فالاثنين الطرفين على خطأ لأنه لا توجد نصوص أبدية، وإنما النصوص الدستورية وجدت لكي تلبي حاضر مجتمعات، حاضر المجتمع ومستقبل أيضا. هي حاجة اجتماعية. هذه أول حضرتك بالعقد الاجتماعي. دعني أذهب إلى الدكتور وائل. نعم. من لطفك دكتور عامر. نعم. يعني حتى في الدول الإقليمية دكتور وائل اللي كما يبدو أنها غير متاحة بهذه الدساتير، يعني تحدثنا عن توصيف الحكم فيها، لكن لا تزال لغاية الآن تلاحق وتضيق الخناق على بعض الطوائف كما يجري مع الشعائر الحسينية. شلون نشوف شكل المقارنة بين العراق ودستوره وباقي الدول التي لا زالت تدعي الديمقراطية وحرية التعبير وعدم تكميم الأفواه، ولكن في هذه الجزئية تضيق الخناق؟ واقعا أن هناك إشكالية قد تكاد تكون متجذرة في منطقة الشرق الأوسط، ألا وهي محاولة محو الأقليات أو تذويبها ضمن المكون الأكبر أو الأغلبية الشعب. وبالتالي نجد أن السياسات الموجودة لدى بعض الأنظمة السياسية تعمد إلى محق هوية الأقلية ومحاولة دمجها بشكل أو بآخر، يصل إلى بعض الأحيان حد الإجبار للذوبان في هذه الأغلبية، وهذا أمر غير صحيح. كما بينت قبل قليل، مسألة احترام التنوع مسألة مهمة، كما بين الدكتور عامر متفضلا مسألة وجود هذه الأقليات والحفاظ عليها على اعتبارها تنوع داخل هذه البلدان مسألة مهمة جدا. وبالتالي هذه الممارسات للأسف تتعارض مع المبادئ الأساسية للدستور التي تعطي لكل إنسان الحق في الاعتقاد من باب الأول، ثم حقه في حرية التعبير ما دامت هذه الحرية في الدستور. هذه المسألتين تجاوزها من قبل بعض الأنظمة السياسية تعتبر مخالفة لأبسط حقوق الإنسان، ولا وهي مسألة التعبير والاعتقاد. أنا أعتقد من باب أولى أن
تجربة العراق في إعطاء خصوصية للأقليات سواء على المستويين، مستوى الفيدرالي من خلال تقسيم الدولة إلى هيكل فيدرالي مستوى أعلى الحكومة المركزية ومستوى أدنى منه في الأقاليم في إقليم كردستان، وإعطاء حق للشعب الكردي بممارسة السلطة على الأراضي الموجود فيها بكامل الصلاحية. المستوى الثاني ما يتعلق بمسألة توزيع اللامركزي للمحافظات، وأيضا وجود نصوص داخل الدستور تعطي إمكانية لإنشاء إدارات محلية في المناطق التي تتكون فيها مكونات سواء كانت مكونات دينية أو عرقية أو لغوية، وبالتالي تستطيع إدارة نفسها ضمن إدارات محلية. هذه المستويات تعطي تعزيزا للدولة لا تفكيكا للدولة. للأسف الأنظمة العربية وبعض الأنظمة في الدول المحيطة بنا دائما ما تعمد إلى أن تكون الدولة حتى تكون قوية هي أن تكون دولة مركزية، وبالتالي تبطش وتمحو أي رأي آخر، وهذه مسألة غير صحيحة. بالعكس طيب. أيضا دكتور أولا تسمح لي، يعني عندنا المادة 2 ألف لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، يعني هذا النص شنو اللي أغلق من أبواب أريد أو يراد لها أن تفتح في العراق؟ بمعنى آخر كيف تقيم أثر الدستور في الحفاظ على المجتمع من خلال هذه المحددات؟ واقعا أن أحكام المادة 2 هي نوع من أنواع الموازنة بين مختلف الآراء الموجودة داخل العراق، حيث أنها بفقراتها الثلاثة أكدت على هوية العراق الإسلامية وعدم جواز نص أو تشريع أي قانون يخالف ثوابت أحكام الشريعة الإسلامية، أي عدم جواز أن يكون هناك نص يخرج على القواعد المجمع عليها في الإسلام من قبل جميع الطوائف، وهذه مسألة يكاد لا يختلف عليها اثنان. مسألة ثانية عملت لوضع نوع من أنواع التوازن بما يضمن حقوق الأقليات، أنها أعطت الحق منعت قيام أي نص أو أي إجراء إداري يحول دون ممارسة حقوق الحريات الواردة في الدستور، وكذلك منعت إجراء أو تشريع أي نص يخالف مبادئ الديمقراطية. في كثير من الأحيان نحن نذهب إلى أن اعتبار هذا النص هو نص توافقي يعكس هوية من هويات الواردة في الدستور أو الأهداف الأساسية التي بني عليها الدستور، ألا وهو مسألة جمع المختلف الموجود في العراق، وبالتالي هذا حافظ عليه مسألة هوية الدولة داخل العراق بأن غالبية مسلمين، وبالتالي المحافظة على أحكام أو ثوابت الشريعة الإسلامية دون اختراقها سواء بنص تشريعي أو بإجراء إداري، وأيضا ما يتعلق بالمحافظة على الديمقراطية والحقوق والحريات الواردة في الدستور بما يضمن حقوق كافة الأفراد المختلفين من الأقليات سواء على المستوى القومي أو الديني أو العرقي أو الطائفي. طيب دكتور عامر، بناء على هذه الأهمية، هل أخطأ القادحون عندما سددوا سهامهم الطائشة على النص المذكور اللي تفضل به دكتور وائل، وكان هنالك نيل من الإسلام الذي وضعته لجنة كتابة الدستور رافد للانتهال من أسس القانون؟ يعني أنا مع الدكتور وجود المادة الثانية بفقرتين، فقرة يفترض أي قانون لا يتعارض مع أحكام الإسلام، والثانية لابد ومن عدم التعارض مع مبادئ الديمقراطية. يعني فلسفة وضع هاتين الفقرتين في هذه المادة هي لتحقيق شكل من أشكال التوازن والتوافق ما بين عقيدة الأغلبية وما بين أيضا مطالبات الجميع بضرورة أن يكون هناك نظام يحترم المشاركة السياسية ويحترم التعددية في مجالها السياسي وفي مجالها الاجتماعي وفي مجالها الحضاري وإلى آخره. لكن يعني أريد أقول وعلى أثر يعني هذا الازدراء اللي صار بمقدس المقدسات اللي هو القرآن الكريم، أريد أقول إن هناك حاجة لتشريع، وهو هذا التشريع سوف لن يتعارض لا مع الديمقراطية ولا مع أحكام الإسلام. هذا التشريع لابد وأن يشرع في ضرورة تجريم المس بالمقدسات الدينية، كل المقدسات، ولا يجوز أيضا المس بالرموز الدينية
كل الرموز الدينية. أعتقد يعني وجود مثل هذا التشريع مسألة مهمة تنطي رسالة واضحة ليس فقط داخل العراق وإنما خارج العراق ولكل دول العالم بضرورة احترام وضرورة قدسية المقدسات وعلى رأسها الكتب السماوية. يعني من غير الممكن أن تتم ازدواجية بالتعامل ما بين دين أو مقدس في دين يختلف عن دين آخر، وفي نفس الوقت لا يمكن الازدواجية وقبول الازدواجية في الازدراء من رمز ديني على لحساب رمز ديني آخر أو رمز لا ديني موجود. لكن أخ أحمد، يعني أنا أريد شوية أتوقف بموضوع الدستور، يعني أشدد على ضرورة إصدار تشريع. هذا التشريع يؤكد على ضرورة احترام المقدسات وتجريم من يدنس مثل هذه المقدسات. المسألة الأهم فيما يتعلق بالدستور، احنا بالدستور يعني احيانا عندنا مشاكل، انا ذكرت واحدة منها الحقيقة. المشكلة الثانية هي ان كل دساتير العالم عندما يراد تأكيد العلوية فالعلوية تعطى للدستور. المشاكل اللي واجهت تجربتنا الدستورية هي أن هناك مزاحمة من قبل أكثر من علوية غير دستورية، اللي هي العلوية التوافقية اللي معالها يؤدي إلى المحاصصة، والعلوية الشعبوية اللي معالها يؤدي إلى الفوضى وإلى اللامؤسسية. فهذه مشكلة يعاني منها ونعاني منها الحقيقة في موضوعات الدستور. المشكلة الثانية هي مسألة العبث بالأولويات اللي مثبتها الدستور. يعني أول الأولويات لدستور دي يعيد بناء دولة هي وجود، ويعرفها الدكتور وائل، الاهتمام الاهتمام وإعطاء الأولوية للقوانين الدستورية. احنا نعيد بناء دولة، فعندنا قانون النفط والغاز اللي مشاكله كثيرة لم يشرح حتى الآن، وهو قانون دستوري، لأنه عندنا ما يقارب الأكثر من 60 إشارة في الدستور، وينظم ذلك بقانون. من نجي نريد نعرف ما هي القوانين التي صدرت، القوانين الدستورية أسميها، لأن بالتراتبية عندنا الدستور وعندنا القوانين الدستورية وعندنا القوانين الاعتيادية. فالقوانين الدستورية هي القوانين التأسيسية لبناء الدولة الحقيقية. قانون مجلس الاتحاد لحد الآن غير مشرع، قانون النفط والغاز لحد الآن غير مشرع، وهناك قوانين هذه الثغرة لا تسمح للدكتور أشار لها الدستور. وهي قوانين سميها ليست عادية، دستورية. هذه من واجبات هذه الثغرات، هل يخشى منها دكتور وائل إذا ما كانت هنالك إرادة لتغيير بعض فقرات الدستور ومواد التي فيها ثغرات فعلا، هل يخشى من أن تذهب بعض التعديلات لتعديل هذه المادة الخاصة بالدين الإسلامي هو الدين الأساس للدولة؟ لا، واقعا أن أي تعديل دستوري إذا ما أريد أن يمضي ينبغي أن ينظر إلى النظرة البعيدة، وهي ما يتعلق بأن أي تعديل في الدستور ينبغي أن يمضي بالاستفتاء الشعبي. نعم. وبالتالي من غير المنطقي أن أورد تعديلات مثالية أو طوباوية غير منطقية. نعم. أو في بعض الأحيان نظرية لا تحمل طابعا عمليا. لا، كما بينا أستاذنا الدكتور عامر، مسألة أساسية، الدستور عمل بشري، وهذا العمل البشري مهما كان كاملا أو مهما يتميز بالكمال
هو يحتاج إلى إعادة نظر حتى بعد فترة من تطبيقه. ودائما ما نقول الدساتير لا تتجاوز أعمارها 17 إلى 20 سنة، ينبغي إعادة النظر بمضمونها، لكن هذا لا يعني إعادة النظر الشاملة بما ورد في الدستور. لا، بين الدكتور عامر مسألة أساسية قبل قليل أن دستورنا يعد واحدة من أفضل الدساتير في المنطقة. هناك بعض الإشكاليات الموجودة في الجانب التقني في ممارسة السلطة، بعض النصوص التي أظهر التطبيق فيما يتعلق مسألة تداول السلطة إشكاليات، أنها سببت لنا بعض إشكال يمكن إعادة النظر فيها. بعض النصوص أحتاج أن أعيد النظر فيها، إضافة بعض الحقوق على سبيل المثال حقوق الأجيال المستقبلية، دستورنا لم يرد في مثل هذا النص، يمكن إيراد مثل هذا النص، هذا النص لن يختلف عليه اثنان. أما مسألة أنه في حال ما إذا مضينا إلى تعديل الدستور سوف يتم الذهاب إلى تعديل أحكام المادة الثانية، أنا لا أعتقد أن أي جهة ستذهب سواء لدى الطبقة الأكاديمية أو لدى الطبقة السياسية، إذا ما فكرت في تعديل نصوص الدستور ستفكر في تعديل أحكام هذه المادة، لأن تعديل أحكام هذه المادة سيسقط بعد ذلك في الاستفتاء الشعبي، وبالتالي من يرغب في أن يكون تعديلاته ماضية أو تحصل على الموافقة ينبغي أن ينظر لها نظرة بعيدة بأنها تكون مستجيبة لرغبات الشعب وبالتالي تمضي بعد إجراء استفتاء شعبي عليها. أشكرك شكرا جزيلا دكتور وائل البياتي أستاذ القانون الدستوري في الجامعة المستنصرية، وشكرا موفور لحضرتك. الأستاذ الدكتور عامر حسن فياض عميد كلية الآمال الجامعة، أثريتما الحوار في هذا الملف. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف، أرحب بضيفي الكريمة دكتور مهدي ضمد القيسي مستشار وزارة الزراعة، أهلا ومرحبا بك دكتور ضيفا كريما. نبدأ في تتبع مسألة تلوث المياه من دخولها الأراضي العراقية، هل تدخل نقية ومن ثم يحدث التلوث من يعني أم تدخل هي أصلا ملوثة من الأساس، وإذا كانت ملوثة كم تقدر نسبة التلوث حضرتك؟ شكرا جزيلا، بارك الله بك، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام، حياكم الله. بالتأكيد المياه اللي داخلة إلى العراق هي أساسا بها نسبة تلوث، هذه التلوث بالتأكيد هي مارة في سلسلة من العمليات اللي هي إروائية، فتعرف الإرواء هذا غالبا ما يكون حاوي على متبقيات مبيدات، متبقيات يعني مواد أملاح وغيرها من الأمور هذه، بعدين هذه نسب التلوث تزداد بازدياد بقلة الإيرادات المائية تتركز هذه الملوثات، فبالتأكيد يعني هي حاوية على نسبة من الملوثات. قدر تعلق الأمر بينا كقطاع زراعي، بالتأكيد هذه واحدة من الأمور اللي نعاني بها، نعاني من عدها، نعاني من أنه قلة الإيرادات المائية بالتأكيد راح تأثر على طبيعة هذه المياه وتنعكس أيضا حتى على مياه الشرب. نعم. طيب دكتور، هنا نتحدث يعني هذا الانعكاس على مياه الشرب عن دخول نهر دجلة والفرات الأراضي العراقية، مصدر ملوثات أين يتركز بحسب متابعتكم؟ لمخلفات الأنشطة الصناعية أم مخلفات المواطنين اللي ترمى في الأنهار؟ وإذا القطاع العام هو المتسبب بهذه العملية، شلون يكون وجه الحل؟ يعني هو الخصم والحكم؟ لا بالتأكيد، يعني عندك وزارة الموارد وزارة البيئة العفو هي المسؤولة عن هذه المحددات أو الملوثات وكيفية الحد من عدها بموجب القوانين النافذة اللي عندهم، فأتمنى أن يكون لقاء مع المسؤولين في وزارة البيئة حتى يوضحوا لك هذه الأمور. بس عموما يعني هي ملوثات متنوعة، يعني منها اللي تجي من المصانع، قسم من عدها تجي من المستشفيات ومخلفات متنوعة،
فليهمنا في هذا الأمر يعني تتركز هذه الملوثات كلما حدرت المياه واتجاه المحافظات الجنوبية وتحديدا محافظة البصرة اللي هي مبتلات بتدهور نوعية المياه نتيجة لقلة هذه الإيرادات المائية واللي اليوم نعاني من عدها. وقلنا دخلنا مو مرحلة شح المياه وإنما ندرة المياه، فقلة هذه الإيرادات المائية في يعني من المنبع نهري دجلة والفرات أثر على طبيعة هذه المياه وطبيعة يعني البيئة الملوثة والملوثات اللي موجودة في مياه الأنهار بصورة عامة. طيب لا اسمح لي دكتور في هذه الأثناء أرحب بالأستاذ تحسين. حياك الله سيد الكريم الأستاذ تحسين الموسوي الخبير في الشؤون البيئية. كنت قد سألت الدكتور مهدي ضمد القيسي عن يعني تلوث المياه ودخوله في الأراضي العراقية تعرض أيضا لملوثات أخرى، ومتابعتكم لهذه الملوثات هل هي صناعية من منشآت حكومية أم مخلفات المواطنين اللي ترمى في الأنهار، أو عزل الموضوع للمتخصص في شؤون البيئة. تفضل أستاذ حسين. بالبداية تحية لكم ولكل متابعيكم الكرام، للدكتور مهدي ضماد الأستاذ الكبير شكرا جزيلا. أكيد الحديث عن الملوثات وارتفاعها بهذا الوقت يتعلق أيضا بمسألة مهمة وهي مسألة شحة المياه والجفاف اللي يتعرض للعراق يعني الموسم الرابع على التوالي حتى مراحل متأخرة. يعني هناك تشخيصات كبيرة سواء من وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية خاصة، وأنه مسألة الملوثات تعود قسم منها إلى مؤسسات الدولة بسبب غياب حقيقة الرقابة البيئية على هذا الموضوع المهم، ومنها أيضا ما يتعلق بثقافة المواطن وإلى إضافة إلى وحدات المعالجة المفقودة والمتهالكة بسبب أنه اليوم نتكلم عن النسبة العالية اللي نتكلم عن الموارد البشرية ونتكلم عن كثرة الاستخدامات، هذه كلها عوامل ساعدة بالحقيقة على التلوث البيئي. نتكلم عن مثلا نتكلم عن محافظة بغداد، هناك حوالي بحدود من 30 إلى 40 مستشفى بين حكومي وأهلي، أغلبية هذه المستشفيات تقوم برمي الملوثات إلى النهر وهذه أيضا مشخصة وهناك شكاوي عديدة. نتكلم عن مياه الصرف الصحي التي بدأت تذهب بصورة مباشرة إلى حوض النهر. نتكلم عن المعامل والمنشآت الصناعية المجازة والغير مجازة. طيب. يعني كل هذه ملوثات أستاذ تحسين، يعني خلينا نذهب إلى الدكتور مهدي، يعني تلوث المياه كيف يؤثر على قدرة التربة في الإخصاب وعلى نوعية المحاصيل الزراعية إذا كانت المياه بهذا المستوى من التلوث؟ نعم، بداية تحية إلى المهندس تحسين الموسوي واللي هو خبير في هذه يعني أوجز هذه الملوثات. أنا أقول بالنسبة إلى القطاع الزراعي هي كالآتي، إحنا عندنا هذه المياه إذا التلوث اللي نعاني من عنده اللي هو نسبة الأملاح اللي هي تضاف إلى التربة وتسبب لنا تغدق وتملح التراب خاصة في المحافظات الوسطى والجنوبية، وهذه واحدة من المشاكل اللي نعاني من عدها واللي تكون المحصلة النهائية مالتها هي انخفاض الإنتاجية، وأحيانا الزرع ما يكون مقاوم إلى هذه المياه اللي هي متملحة أو بها نسبة أملاح عالية، وغالبا ما يكون هذا التأثير على المحاصيل الحولية أو المحاصيل اللي هي موسمية كالحنطة والشحير وغيرها من المحاصيل. لذلك المشكلة هي مركبة يعني متعددة التأثيرات سواء كان على النبات أو على الحيوان أو على الإنسان، فكلها ملوثات. هذه الملوثات يعني بمجملها يتحكم بها العامل الرئيسي كما ذكرنا أنه اليوم ندرة المياه، قلة الإيرادات المائية اللي تجينا تحديدا بالنسبة إلى نهري دجلة والفرات من تركيا تأثر بالدرجة الأساس، هذه قلة المياه وندرة المياه أثرت على يعني بروز ظاهرة
التأثيرات بهذه الملوثات على البيئة بصورة عامة وعلى الإنسان والحيوان وكذلك النبات. فهذه الملوثات يعني قلنا خطورتها اليوم تزداد بقلة الإيرادات المائية، لذلك يحتاج إلى معالجات، وهذه المعالجات يعني تحتاج لها إلى جهد كبير جدا حتى نقللها. والجهد الأكبر والأهم أنه نجد اتفاقية مع دول المنبع للحصول على إيراداتنا المائية المستقرة والثابتة حتى يكون عندنا يعني سيطرة على هذه الملوثات. ومثل ما قلت لك أنه المكب مال النفايات يعتبر البصرة، لأنه قلة هذه الإيرادات المائية أثرت على البصرة، السموم الأكثر وكمية المياه الأقل القريبة إلى الجفاف. البصرة هي المتضررة بالدرجة الأساس. طيب أستاذ تحسين، طيلة ما مضى من الحكومات شكلت الكثير من اللجان لمتابعة الارتفاع المستمر لنسب التلوث في المياه، لكن هذه اللجان بصراحة وحسب المتابعة الإعلامية أنها تكتفي بتقدير موقف الخطورة ولم تكن لها إجراءات خاصة بالمعالجة. هنا نسأل حضرتك، شنو اللي كان يؤخذ من أعذار وتحول دون الخطوات العملية واللي توقف هذا التلوث والتنامي مالته؟ أستاذ تحسين، فقدنا الاتصال بالأستاذ تحسين. الجفاف اللي يضرب العراق دكتور اللي تتفضل به حاليا، انخفاض المستويات الكبير للمياه وبقاء نسب التلوث على حالها إذا لم تكن تزداد طبعا، هذه المعادلة هل يمكن القول أنها أن الأنهار باتت كتلة للسموم؟ تفضلت حضرتك بأنه ماء جاري قليل وسموم أكثر بكثير، سواء في الكمية أو في التأثير. نعم، بالتأكيد بالنسبة لنا اليوم المتغيرين الرئيسيين الموجودة هي التغيرات المناخية واللي زامنت معها انحباس الأمطار وارتفاع في درجات الحرارة، إضافة إلى النوع العامل الرئيسي هو قلة الإيرادات المائية من دول المنبع. هذه العوامل أثرت على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بتأثير كلش واضح، وخير مثال على ذلك هو انحسار زراعة الشلب في المحافظات الشلبية اللي هي محافظة النجف الأشرف والديوانية وكذلك المثنى والسماوة. في هذا الموسم يعني أقدر أقول لك يعني فد رقم جدا متواضع اللي سمحنا به زراعة الشلب نتيجة لقلة الإيرادات المائية. هذا انسحب أيضا على المحاصيل الأخرى الصيفية مو بس الشلب. فالجفاف بالتأكيد راح يتزامن مع مسألة الجفاف مسألة انحسار الغطاء النباتي، فكل هذه العوامل مجتمعة راح تأثر على البيئة، تأثر على يعني صحة المواطن، تأثر وتزيد من موجات الغبار والعواصف الترابية اللي لها أضرار صحية وأضرار اقتصادية وأضرار بيئية. فالموضوع يعني جدا جدا واسع ومتشعب، وتأثيراته أصبحت مو بس تراكمية وإنما تصاعدية نتيجة لقلة الإيرادات المائية و تغيرات المناخية، واللي أنا أقدر أسميها اليوم التطرف المناخي، لأنه غريب عجيب أصبحت محافظات الشمالية يعني سليمانية وأربيل درجات الحرارة مالتها مقاربة إلى درجات حرارة الوسط والجنوب، فهذه فالظاهرة غريبة جدا، وهذا تطرف مناخي بحد ذاته. نعم. طيب تشير التقارير أنه 42 ألف لتر من الملوثات ترمى كل ثانية في أنهار العراق، وكل لتر يتسبب بتلويث 4 لترات نظيفة. هذا الموضوع إذا ما قرأنا آثاره وما يدق من ناقوس الخطر، فحكينا على المحاصيل الزراعية وحكينا على تلوث المياه نفسها، ولكن ماذا عن الإنسان وماذا عن الحيوان والمواشي والثروة السمكية؟ بالتأكيد هذه الملوثات مؤثرة على الإنسان، مؤثرة على الحيوان، مؤثرة على النبات. فاحتياجنا إلى الماء وسواء كان للاستخدامات المنزلية أو إلى الشرب محفوف بالمخاطر في ظل هذه الملوثات
وهذه الملوثات اللي هي متنوعة كما تكلم الأستاذ تحسين، منها من مخلفات مصانع، منها من مستشفيات، وكثير من الاستخدام يعني الإطلاقات اللي هي تكون مخلفات مجاري، فيحتاج لنا إلى وحدات معالجة للحد من هذه الملوثات أو تدهور المياه مالتنا اللي هي أساسا شحيحة، وبعدين تضاف إلى هذه الملوثات فبالتأكيد تكون كارثة بيئية إذا ما نتلافاها، وتكون وزارة البيئة يكون تاخذ دورها في هذا الجانب وتلزم المستشفيات، تلزم المعامل والبلديات ل يعني معالجة هذه الإطلاقات وعدم رميها بالأنهر مباشرة دون معالجة. أشكرك شكرا جزيلا. هذا نظام عالمي معمول به، وأكو قوانين بالمناسبة، القوانين موجودة في هذا الجانب وملزمة، يحتاج إلى قوة قانون لاتخاذ هكذا إجراء. أحسنتم الدكتور مهدي ضماد القيس، مستشار وزارة الزراعة، ضيفا كريما في الأستوديو، ولهذه الإثراءات الكثيرة أشكرك شكرا جزيلا، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.